أن هذا الحضور الكريم غادي يكون بهذا الشكل وخاصة من مواقع التواصل الاجتماعي. كنحييكم تحية كريمة وتنقول لكم راكم متابعين وراكم يعني دايرين بلاصتكم في الساحة ودايرين بلاصتكم في الميدان. فقط يكون العمل ديالكم غادي مزيان ولكن يكون بمسؤولية وبحكمة وبتبصر. المناسبة اللي تنحضرها الآن هي مناسبة عزيزة عليا أنا جدا، لأنها مناسبة كتخلد الذكرى ديال تربع سيدنا الله يعزو على عرش أسلافه المنعمين، ونشارك هنا في هذا الصرح اللي هو صرح ديال الحسن الثاني رحمه الله، اللي كان ملكا عظيما، عاش عظيما ومات عظيما. الله يجزيهم بخير وكنشكرهم شكر جزيل، وتنحس على أنني أنا الرسالة ديالي أديتها كما يجب، وعلى أنني الحمد لله الجيل الماضي تتواصل مع الجيل الحاضر، وغادي يعاود يعطي الرسالة الرسالة للجيل ديال المستقبل. والصيرورة غادا بحمد الله، وتتوسع الدائرة ديال الوعي الإعلامي وديال الشعور بالمسؤولية، لأنه هذاك الموقع أو هذاك الصحفي أو هذاك اليوتيوبرز خصو يحس باللي راه حتى هو عنده مسؤولية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.